السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه والأعمال اليدوية مع كراشة. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة بصراحة فيديو مميز جدا. هنشتغل مع بعض طريقة عمل، هنقول بقى مفرش أو شال أو لو حابين ستارة، يدخل في مشروعات كتير قوي قوي قوي. كفر مخدة رائع، ممكن ببواقي الخيوط هيبقى تحفة. عايزة أقولكم كمان ممكن برضو ننفذ شنطة بسيطة نعملها طبعا بطانة، وبرضو هتبقى جميلة جدا. نستفيد من بواقي الخيوط في الوحدات دي، او مش هنقول وحدات بقى، هي عبارة عن شرايط. هنستخدم مع بعض شرايط وهنشبكها مع بعضها ونستخدمها زي ما احنا عايزين. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش لو دي اول مرة بتشوفوا القناة يبقى على طول تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. اوريكم الخيط اللي انا هستخدمه. طبعا مش محتاجة اقول لكم، يعني ملحوظة بسيطة قوي، شوية الخيوط اللي هتستخدموها في الشرايط دي تكون نفس السمك، ويفضل تكون نفس النوع علشان تضمنوا ان المقاس كله هيطلع زي بعضه. ادي الخيط، خيط متوسط السمك، وهستخدم مع ابرة رقم 4 ملم. هو الخيط اللي معايا ده خيط هيمالايا افريداي شرايط، يعني لحد طبعا ما بتوصلوا المقاس اللي انتوا عايزينه بتفضلوا تشبكوهم في بعض. والتشبيك باسهل طريقة ممكن تشوفوها. نقول بسم الله كده ونبدأ. هنقول بقى ان انا هشتغل الشريط الاول. اول حاجة بشتغل عقدة البداية. طريقة العمل سهلة جدا جدا، وهرتفع 1 2 3 4 5، 5 سلاسل كده في البداية. انا بشتغل الاساس بتاع الشريط الاول، وبعد كده نشوف التشبيك. هلف الخيط على الابرة، طبعا انا قدامي 5 سلاسل بس، هعد 1 2، وهدخل هنا في السلسلة التالتة وهشتغل اعمدة بلف. هو شغلنا كله بالاعمدة بلف. تمام كده، انا سايبة هنا في البداية 2 سلسلة لان احنا لسه هنرجع له. برتفع 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 سلسلة اهو واضح كده. هرجع تاني الف الخيط على الابرة وهعد على السلاسل، ادي 1 2، وبدخل هنا في السلسلة التالتة وبشتغل عمود بلف. يعني انا بكون كده زي فراغ او حلقات. تاني برتفع 8 سلسلة مظبوط كده، وبمشي بنفس الطريقة. ده الاساس بتاع الشريط اللي انا بشتغله. بعد 1 2، وبدخل هنا في السلسلة التالتة وبشتغل عمود بلفة. خلي بالكو انتوا هنا بتأيدوا نفسكم من البداية بطول الشريط. ادي هنا طبعا بيبقى في عندي 5 سلسلة فاضيين لسه هنرجع نشتغل فيهم. هكمل كده بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما هوصل للطول اللي انا عايزاه. ادي 1 2، وبدخل هنا في التالتة. يعني شوفوا المشروع بتاعكم، عايزين الشرايط الاول تبقى بالطول ولا بالعرض، وبتشوفوا الطول اللي انتوا عايزينه، بتشتغلوا الشريط بنفس الطريقة كده على مقاسه. انا كده اشتغلت من الحلقات دي، هنقول كده اهو 4، علشان طبعا برضو كل الشرايط لازم تبقى طول واحد، مش محتاجة اقول لكم كده فتعرفوا انتوا اشتغلتوا قد ايه. اشتغل كده كمان مرة علشان بس الشكل يبقى اوضح. انا وصلت دلوقتي لحد 4، هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8، وعد 1 2، وبدخل هنا في التالتة وبشتغل عمود بلفة وبس كده. دي بتبقى نهاية شغل، يعني احنا بنقف لحد الخطوة دي وبعد كده بنبدأ نشتغل عند تكوين الحلقة. تعالوا نبدأ شغل. هرتفع 3 سلسلة وهلف الخيط على الابرة، وهنا هروح، خلي بالكم هروح تحت العمود. واضح، ادي العمود والثلاث سلاسل تحته، انا هدخل ما بينهم وهشتغل. ونعد كده مع بعض، ادي اول عمود بلفة ولسه في نفس المكان. اشتغل العمود بلفة رقم 2 والعمود بلفة رقم 3 وكده 4، وادي كده رقم 5 وكده 6
وكده رقم 7، انا عايزة اكملهم 9، وادي كده 8، اخر واحد رقم 9. ادي كده السلاسل، ونعد من بعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا احنا فيه تغييرات نقدر نعملها، بس انا مش عايزة اتوهكم معايا وما نبقاش غيرنا في شكل الباترون. بعد ما خلصت الـ9 اعمدة بلفة، المفروض ان طبعا الشريط يبقى مفروض قدامي علشان ابقى اعد السلاسل مظبوط. ادي كده اول سلسلة بفوتها، ودي التانية، وبروح هنا للتالتة، بحيث ان انا ابقى دخلت في المنتصف. هنا باقي عندي 2، احنا كنا عديناهم قبل كده هما 5، بشتغل هنا منزلقة في السلسلة رقم 3، قبلها 2 وبعدها 2. وادي الشكل، هو شكل بيضاوي شوية مش دائري. وارجع الف الخيط على الابرة وادخل هنا. خلي بالكو عايزين نشتغل تحت العمود، لو ما خدتوش بالكم من النقطة دي اشتغل كده الـ9 اعمدة. ادي التالت، وكده رقم 4. المهم ان احنا بنخلي بالنا من العدد. وادي 5، وكده 6، وادي رقم 7، و8، واخر عمود رقم 9. كنت بقول لكم لو ما خدتوش بالكم من ان الشريط لازم يفضل مفرود، هتحسوا ان الشريط كده بيلف على نفسه ومش هيظبط معاكم خالص. ادي هنا السلاسل، بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده مظبوط. علشان برضو نريح نفسنا في خطوة التشبيك، انا هكمل دلوقتي بنفس الطريقة كده. بروح على الـ5 سلاسل الفاضيين، ونراعي برضو ان الخيط يبقى مشدود الى حد ما علشان الشكل بتاعنا يبقى اوضح. ادي 1 2، وبدخل هنا في الثالثة، ويفضل ان انا بدخل تحت لفتين خيط وبشتغل منزلق بدون اي سلاسل فاصل، بلف الخيط وبدخل على الحلقة اللي بعدها. احنا كنا عندنا، احنا عندنا 5، خلصت 2، وامشي بنفس الطريقة كده لحد نهاية الشريط. طبعا ده نموذج مصغر، انتوا الشريط اللي انتوا هتشتغلوه هيبقى اطول من كده لو المشروع يعني حاجة كبيرة. ادي 3 هكملهم وهرجع لكم. خلاص كده خلصت الـ5 حلقات شغل عليهم. طبعا انا اشتغلت من جهة او ناحية، لسه هلف للناحية التانية. اخر حاجة انا اشتغلتها هنا 9 عمود بلف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما خلصت الـ9 عمود هلاقي قدامي الـ2 سلسلة دول. كل اللي هعمله ان انا هفوت، هروح يعني لاخر سلسلة، هفوت سلسلة وهروح هنا للاخيرة وهشتغل هنا منزلقة كده. تمام، خلصت الناحية دي، هلف للناحية التانية او للجهة التانية بنفس الطريقة هشتغل. معايا طبعا خيط البداية، يفضل كده ان انا اخده تحت الغرز، بلف الخيط على الابرة وعلى طول. بس هنا بقى انا هروح تحت السلاسل وهشتغل بنفس الطريقة، يعني هدخل هنا كده وهبتدي اشتغل 9 عمود بلفة. ادي الاول، كده 2، خيط البداية معايا لحد ما يختفي، وادي كده 3 4، وكده 5، والعمود رقم 6، كده 7، والعمود رقم 8، واخر حاجة العمود رقم 9. استنوا شوفوا الشكل النهائي هيعجبكم جدا. خلصت الـ9 عمود. هنا بقى في تغيير، احنا كنا بندخل في السلسلة الثالثة ونشتغل منزلقة. هنا طبعا انا اوريدي اشتغلت فيها من الناحية التانية، فهنا انا هعمل ايه؟ في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه بيبقى واضح، يعني انا ممكن اوضحه لكم هنا في المكان ده لو شدينا الغرز كده. اهو شايفين مكان غرزة المنزلقة كده بقى باين، فانا بدخل في المكان ده وبرضو بشتغل غرزة منزلقة. احنا بنعمل كده علشان الاشكال اللي احنا بنشتغلها الشكل البيضاوي ده يبقى منفصل عن بعضه ويبقى يعني باين بشكل اوضح. تحت الـ3 سلاسل اللي بعدهم بدخل برضو وبشتغل 9 عمود بلفة. يعني علشان وقت الفيديو خلاص احنا عرفنا الطريقة، اكملهم 9. خلاص بعد ما كملتهم 9
برضو بنفس الطريقة بشد الغرز كده لو مش واضحة قدامي، وبدخل في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه المنزلقة وبشتغل منزلقة، وهكذا بمشي الشريط كله الناحية التانية بنفس الطريقة. بدخل هنا تحت السلاسل وبكمل شغلي 9 عمود بلفة لحد نهاية الشريط، والشريط طبعا هنا خلاص هو كده مفروض معايا، هكمل وهرجع لكم. خلاص كده وصلت لحد نهاية الشريط، ده بيبقى الشكل عندي. وعايزة اقول لكم على حاجة، هنا هتحسوا ان الاعمدة واخدة ناحية شوية، فاحنا بنظبط الاعمدة ما فيهاش اي مشكلة، تحس ان كل ناحية من الاعمدة 9 يبقوا قصاد 9 ويبقوا عاملين لنا الشكل البيضاوي بتاعنا. هنا بعد ما خلصت خلاص ال9 عمود بلفة تحت السلاسل انا بشتغل، هقفل هنا في ال3 سلاسل دول، ادي 1 2، وبدخل كده في السلسلة الثالثة وبشتغل غرزة منزلقة وبس كده، قفلنا الشريط بتاعنا وخلصنا شغل. بشتغل سلسلة في النهاية وبقص الخيط وببدأ في الشريط اللي بعده، لان انا طبعا الشرايط اللي عندي بتبقى كلها كاملة، بجهزها كلها كاملة ونسق طبعا الالوان بتاعتي، واخد بعد كده كل شريط اخد شريط واشبك واشبك وهكذا لحد ما اخلص. ادي الشريط ده كنت اشتغلته برضو، وهنا الشرايط دي هنا انا اشتغلتها وشبكتها. هنشوف دلوقتي مع بعض خطوة التشبيك، لكن التشبيك بيبقى واخد الشكل ده. انا بقول لكم ننسق الالوان لان هي بتفرق كتير قوي في الاخر، ومع نفس السمك بتاع الخيط هيريحكم قوي في النتيجة، هتحسوا ان الشرايط مفيش واحد اطول من التاني، ويعني بيبان بصراحة في الشكل النهائي ان هو شكله مش حلو. فنحافظ على النقطة دي، نفس السمك وننسق الالوان. وتعالوا نبدأ في خطوة التشبيك، وانا مجهزة هنا معايا اللون ده، معايا اللون البني، واللون اللي هنستخدمه في التشبيك ما نبقاش استخدمناه في الشرايط بتاعتنا خالص، بيكون لون تاني ومش متقيدين بنفس السمك، يعني يبقى سمك قريب ليه، ما يبقاش ارفع منه، ممكن يبقى سميك شوية عنه لكن ما يبقاش ارفع، يعني علشان برضو تبقى باينة الخطوة بتاعت التشبيك ويبقى باين الخط بتاع اللون البني ما بين كل واحدة والتانية، ما يبقاش لون ضعيف. يعني دلوقتي هنشوف التشبيك بتاع الشرايط دي بيتم ازاي. الشرايط دلوقتي وشها قدامي، انا هشبكها من عند الظهر، بس هنا طبعا انتوا تقدروا تغيروا يعني زي ما تحبوا، لكن انا عجبني الشكل ده زي صورة الفيديو. شايفين التشبيك هنا من الظهر، يعني اللون باين اكتر من الظهر. الشريط ده انا كنت اشتغلته بلفه كده على الظهر، اهو شايفين كده الظهر كله قدامي، بحيث ان انا كل ما اجي اشبك شريط يبقى عندي على الظهر واللي جنبه على الظهر، باخدهم هما الاثنين وبشبك. هرجع واقول لكم حابين تغيروا تخلوا الخط يبقى باين اكتر، بس هو كده احسن بكتير قوي زي صورة الفيديو، والنتيجة هتعجبكم، بيبقى الظهر كده هو اللي قدامي. باخد الشريطين كده يبقوا مقابلين لبعض كده، يبقى الوش بتاع الشريطين هو اللي ناحية جوه والظهر ناحية بره زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي هنا. طبعا انا عندي الاعمده 9، اوضح كده اول عمود علشان نعرف نعد، ادي كده 1 2 3 4، وبدخل هنا في رقم 5، رقم 5 يعني الرقم اللي في المنتصف، والناحيه التانيه ادي 1، اشد برضو الاعمده علشان تبقى باينه، ادي 1 2 3 4، وبدخل هنا في رقم 5 كده، يبقى انا شبكت الخامس في الخامس ومجهزه جنب الخيط، اشتغل بس كده عقدة البداية تمام كده، وبسحب عقدة البداية من الشريطين، وبعد كده بقفل عليها بسلسلة وانا هبدأ شغل. هدخل في نفس المكان، في نفس المكان هدخل وهشتغل غرزة حشو، يعني عديت من الشريطين، باخد الخيط كده وبشتغل غرزة حشو، وبعد كده هبتدي امشي بالسلاسل، برتفع من هنا 1 2 3 4 5 6 7، وبالنسبة لسمك الخيط ده 7 سلاسل كويسين قوي. هقول لكم ليه برضو دلوقتي، بروح كده على الأعمدة اللي بعدهم، بعد 1 2 3 4، وبدخل هنا في العمود الخامس، وهنا برضو 1 2 3 4، وبدخل في العمود الخامس، وببقى شدة الخيط كويس، باخد الخيط وبشتغل غرزة حشو. اوريكم هنا بقى عدد السلاسل معقول،
بيبقى واخد خط مستقيم، يعني مش بيبقى مقوس ولا حاسين ان هو مشدود ولا شادد الشرايط معاه. ده اللي احنا عايزينه، هوريكم برضو الشكل كله بعد ما هنكمل. فانتوا ممكن تغيروا العدد ده، برتفع 1 2 3 4 5 6 7، يعني انتوا بتجربوا وبتشوفوا، ممكن تحتاجوا ان هم يبقوا 6 كفاية وممكن تحتاجوا ان انتوا تزودوهم. وبنروح هنا للعمود رقم 5 وناخد معاه العمود المقابل اللي هو رقم 5، ادي 1 2 3 4، وبدخل كده في 5 وبشتغل غرزة حشو وهكذا، يعني هرجع ارتفع 7 سلسلة. وهروح على العمود رقم 5، دي 1 2 3 4، وبدخل هنا في رقم 5 وبمشي بنفس الطريقة بقى على طول الشريط، دي 1 2 3 4، وندخل في رقم 5 وبنشتغل غرزة حشو. اخر حاجة علشان بس نقفل الشريط 7 سلسلة. وهنفترض ان احنا الشريط بتاعنا بقى ايا كان طوله على حسب المقاس بتاعنا وصلت لاخر جزء فيه، عد 1 2 3 4، وبدخل هنا في رقم 5 ماشية بنفس الطريقة، ادي 1 2 3 4، وبدخل هنا في رقم 5 وبشتغل غرزة حشو وبس. بتبقى دي النهاية عندي، بشتغل غرزة الحشو وبعدها بشتغل سلسلة وخلاص بقص الخيط، يعني سلسلة كده بنأمن طرف الخيط بس. ده كده ظهر الشريط بتاعنا او الوحدات الطولية بتاعتنا، بنشتغل بنفس الطريقة كده، بنخلصها كلها لحد النهاية، وبعد كده بنبدأ في خطوة التشبيك زي ما انتوا شفتوا كده. وزي ما قلت لكم تقدروا تخلوها بالعكس لو حابين ان الخط البني ده يبقى باين اكتر، لكن انا بفضل الشكل من الناحية التانية. ده كده وش العمل بتاعنا، وبيبقى الشكل كده من الامام بيبقى وش الشرايط اللي احنا اشتغلناها مع بعض. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعني ده نموذج مصغر بتنفذوا على اساسه المقاس اللي انتوا عايزينه وبتشتغلوا بنفس الطريقة كده، مفيش اي صعوبة في الشغل بتاع الشريط ولا في طريقة التشبيك. وممكن تمشوا يعني بنفس الطريقة دي، بتمشوا على الجوانب هنا او على الاطار بقى الخارجي بنفس شكل التشبيك اللي اشتغلناه باللون البني بنفس الطريقة. ومن هنا برضو نقدر نشتغل بنفس الطريقة على العمود الخامس زي ما اشتغلنا هنا بنفس طريقة العمل، بس ده طبعا بيبقى الخطوات النهائية في العمل. حابة اوريكو الشكل ده بالطول، مشروع كروشيه بقى مفرش هيبقى تحفة، ستارة برضو ده هيبقى جميل قوي، وحتى كمان لو عايزين تعملوه شال هيبقى رائع. هرجع واكد عليكم اي لون جديد بنضيفه، اي شريط جديد يعني بنضيفه علشان نشبكه، نراعي ان يبقى فيه تنسيق للالوان جيد جدا، لان دي بتفرق في الشكل النهائي. كده خلصنا الفيديو بتاعنا، لايك وشير مع كل اصحابكم، واسيبكم في رعاية الله.